ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج القوس ليوم السبت 15 أكتوبر 2022. بالنسبة لك النهاردة يا قوس، توقعات العشرية الأولى مواليد 22 نوفمبر ل1 ديسمبر. النجاح النهاردة يعتبر في مجموعات، حماسك هيمكنك من انك تشتغل بنجاح من خلال الفريق، ده هيمكنك من انك تسيب كل علامتك بهدوء، حتى لو قمت بانك تنجز كل المهمات مع كل الاشخاص اللي حواليك. حاول تفتكر ان نجاح المجموعة هو الاهم، مش نجاحك الشخصي. هينتج عن كل ده مناخ حلو جدا في البيت، هيؤدي لسلوك اناني كبير لانه يضر بعلاقاتك الاسرية خاصة على المدى البعيد. بالنسبة لك النهاردة يا قوس، توقعات العشرية التانية مواليد 2 ديسمبر ل11 ديسمبر. انت النهاردة تعتبر في دايرة الضوء، هتتعرض لكتير من الاسئلة في اليوم ده، هيتطلب منك النصح، وهيتطلب كل ده انك تحافظ على السلام في الموضوعات الحساسة. ما تخليش الغرور يبقى بيصيبك نتيجة للثقة اللي بتبقى موضوعة فيك، ولا ممكن تسيء استخدام الصراحة اللي بتشوفها في كل الأشخاص اللي حواليك في أغراض تعتبر أنانية أكتر. هتستخدم كل نفوذك في مساعدة الأشخاص دول، ممكن تكسب قلب شخص تاني في الفترة دي. بالنسبة لك النهاردة يا قوس، توقعات العشرية التالتة مواليد 12 ديسمبر ل21 ديسمبر. شعبيتك مرتفعة جدا في الفترة دي، هتستعد لكل الحاجات الغير متوقعة، المفاجآت اللي بتفرحك وبتبقى في انتظارك. فوق كل ده شريك حياتك بيحتفظ بحاجة خاصة جدا ليك، ما تخليش توقعاتك تبقى مرتفعة زيادة عن اللزوم، خليك دايما شكور على كل اللي انت بتتقابله. هيتفاعل كل اصدقائك معاك وهيتأثروا بطريقة حلوة، وهيقدروا كل الشركاء المحتملين بيتأثروا بالطريقة البراقة اللي بيتعاملوا بيها. بيستمر القمر في عبوره لبرج الجوزاء لحد المساء، هنبتدي نلعب بالافكار ونضع كل خططنا. هيبتدي اليوم بنتطوق ليه كتير من الترابط مع التقدم في اليوم ده علشان نسعى لألفة كبيرة، هنفهم كل الدرس اللي عندنا واللي نستوعبه ونتعلم بشكل كويس في اليوم ده. يعني كوكب عطارد ومشترى بيمثلوا نموذج متوازي جدا لينا، هنسعى لروابط عاطفية أقوى على الرغم من أننا ممكن نميل لأننا نلعب بأمان شوية. هيكون من المفيد أننا نلاقي طريقة نركز بيها على نفسنا من خلال قمر السرطان. بالنسبة ليك النهاردة هيدخل لبرج السرطان في المساء.